تلاميذ سنة أولى ابتدائي، السلام عليكم. هذا اختبار الفصل الثالث في مادة التربية العلمية، سنقوم بحله معا. التمرين الأول، ضع ص أمام الإجابة الصحيحة وخ أمام الإجابة الخاطئة. إذا وجدت إجابة صحيحة أكتب ص، وإذا وجدت عبارة خاطئة أو إجابة خاطئة أكتب حرف خ. نبدأ العبارة الأولى، الخشب جسم سائل. الخشب مصنع منه مثل كرسي أو طاولة مصنوعة من الخشب. الخشب جسم سائل، أحسنتم، خطأ. الخشب جسم صلب. تذوب الزبدة عند تعرضها للحرارة. الزبدة تذوب عندما نضع الزبدة في الحرارة مثلا في الشمس، فإنها تذوب. تذوب الزبدة عند تعرضها للحرارة. جيد، صحيح. المقص أداة للرسم. استعمل المقص في الرسم. أحسنتم، خطأ. في الرسم استعمل أداة الرسم على الرصاص، أقلام ملونة، لا أستعمل المقص في الرسم. الكتاب جسم صلب. أحسنتم، صحيح. الكتاب، الكراس، كلها أجسام صلبة. نراجع. إذا لدينا الخشب جسم سائل، خطأ. تذوب الزبدة عند تعرضها للحرارة، صحيح. المقص ليس من أدوات الرسم، أداة الرسم خطأ. والكتاب هو جسم صلب. ننتقل إلى التمرين الثاني، اربط كل مادة بغرض استعمالها. إذا لدينا المواد وأين أستعملها؟ لدينا معجون الأسنان، مطهر البلاط، ماء الجافيل، صابون غسل الملابس. أستعملها في التطهير أو أستعملها في التنظيف. إذن سوف أربط كل مادة بغرض استعمالها. معجون الأسنان، أنظف به أسناني، أنظف أسناني بمعجون الأسنان. إذن هو جيد، أستعمله في التنظيف، أنظف أسناني. مطهر البلاط، مطهر، جيد، أستعمله في التطهير. مطهر، تطهير، استعمله في التطهير. ماء الجافيل، أحسنتم، تستعمله الأم في التطهير كذلك، لا نستعمله في التنظيف. صابون غسل الملابس، صابون غسل الملابس، أحسنتم، للتنظيف. صابون غسل الملابس أو صابون لغسل اليدين كلهم تستعمل في التنظيف. إذا نراجع، لدينا معجون الأسنان والصابون نستعملهم في التنظيف، ولدينا مطهر البلاط وماء الجافيل نستعملهم في التطهير. ننتقل إلى التمرين الثالث، ضع علامة إكس أو في أو هذا الرمز في الخانة المناسبة. لدينا الحلوى، الزيت، عصير البرتقال، طباشير، سائل، صلب. إذا وجدنا الحلوى مثلا سائل أضع هنا علامة، إذا كانت صلب أضعها هنا. الحلوى التي أكلها، أحسنتم، جسم صلب، أكل الحلوى. الزيت، جيد، جسم سائل. عصير البرتقال، أشرب عصير البرتقال، أحسنتم، جسم سائل. طباشير الذي أكتب به، طباشير القلم، كلها أجسام، جيد، صلبة. إذا لدينا الحلوى جسم صلب، طباشير جسم صلب، والزيت وعصير البرتقال أجسام سائلة. إذا سائلة أضع هنا، الزيت سائل، عصير البرتقال سائل، طباشير صلب، الحلوى صلب. وهكذا انتهينا من حل الاختبار. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس الإشعارات ليصلكم الجديد، وإلى اختبار قادم إن شاء الله، والسلام عليكم.